مذيعة اسمها مونيكا بتستضيف آخر ضحية اتبقت من جريمة قتل كبيرة حصلت في مدينة مايلز في أمريكا. الضحية نجحت تنجو بس وشها متشوه والناس كلها بتخاف منها وتمنت انها كانت ماتت هناك احسن، وبتحمد ربنا ان المهرج خلاص مات بس مش واخده بالها انه اصلا بيتفرج عليها ومجهز نفسه لجولة تانية وبقه اسود خالص. بعد ما مونيكا خلصت حوارها مع البنت المشوهة بتكلم حبيبها تقوله على التليفون انها كانت خايفة جدا من البنت المشوهة دي لحسن تهجم عليها ولا حاجة، وكانت قاعدة طول الحوار خايفة منها. بس فجأة المكالمة قفلت وحست مونيكا بصوت وراها، ولما تروح تبص هجمت عليها البنت المشوهة بعد ما سمعت تريقتها عليها وخلتها مشوهة هي كمان زيها. بنتين صحاب طارة وداون راجعين من الهالوين بعد ليلة ممتعة عرفت فيها داون كل شباب الحفلة، بس طارة للأسف لسه سنجل، وبسبب ان الشقراء داون سكرانة قررت طارة تسوق هي، بس هي جعانة فلازم ياكلوا الاول. بس لمحوا المهرج قدامهم تخاف منه طارة عمال يضحك لها بصورة غريبة وفجأة اختفى، وكانت طارة عايزة تعرف الشنطة السوداء اللي معاه فيها ايه. دخلوا المطعم وكمان السفاح المهرج دخل وراهم عمال برضو يضحك لطارة، وعشان تطمنها داون راحت تاخد معاه سيلفي وتقول ده شاب كيوت وغلبان، وراح فجأة يلبس خاتم لطارة ومش مصدقة نفسها من الموقف الرومانسي. وراح المهرج الحمام خرجوا بسرعة صاحب المحل لانه بهدل الحمام يرميله شنطته كمان. مشيوا البنتين لقوا كاوتش العربية حد بوظه ومفيش قدامهم حل غير ان طارة تكلم اختها فيكتوريا بس ترفض تجيلهم لانها بتذاكر عشان عندها امتحان بكره. بس لما لقت زمايلها جم قررت تفضلهم الأوضة وتروح توصل أختها طارة تشكرها طارة وتقول لها انت أحسن أخت في العالم. عمالة داون تطمن طارة اللي خايفة من سلوك المهرج لدرجة انها رمت الخاتم اللي لبسه لها. وبعد ما الموظف نظف الحمام اللي بهدله المهرج ينادي على المدير ما يلاقيش رد، بس لقى راسه مقطوعة والشمع منور فيها. ولما التليفون يرن المهرج السفاح موته وخلى راسه زي راس مديره مقطوعة والشمع مولع فيها. طارة عايزة تخش الحمام راحت على صاحب المبنى القديم اللي ركنين قدامه يقول لهم انا مش صاحب المكان وممنوع دخول اي حد ما عدا الموظفين. لما تتحايل عليه طارة وتقول له مين هيعرف يعني يدخلها يقول لها انه كان هيرش مبيدات الحشرات هنا خصوصا ان في فيران كتير في المبنى المهجور ده. وصلها الحمام وبعد ما تخلص تمشي على طول، وداون قاعدة في العربية تسمع النشرة في الراديو عن وقوع جريمة قتل في محل البيتزا اللي كانوا فيه بواسطة مهرج مجنون لابس ابيض في اسود، ولما تبص بها تلاقيه ويخطفها وتصرخ محدش يسمع صوت لان مايك حاطت السماعات. لما خرجت طارة من الحمام قررت تستكشف شوية المبنى لحد ما اختها فيكتوريا تيجي. سمعت صوت فتحت الجراج لقيت متعلقات لناس اكن في حد عايش هنا، وتجيلها كات اللي مربية طفلتها الدمية ايميلي ست مجنونة وتفتكرها جارتها الجديدة هنا، وتقول لها ما تقلقيش هنعملك هنا كويس وهنتقاسم المكان. تسايس طارة جنونة وتقول لها طب انا لازم امشي بقى عشان اروح ادي المايك الايجار. ولما تخرج تلاقي المهرج السفاح قدامها عمال بيضحك ليها وعايز يموتها. جريت منه بسرعة واستخبت لقيته اختفى، ولما تبص وراها هجم عليها واصابها في رجلها وضربته واستخبت تاني مش عارفة هتعمل ايه. اختها فيكتوريا في طريقها تسمع برضو نفس النشرة اللي سمعتها داون في الراديو عن المهرج السفاح ولازم الناس تقعد في بيتها وما يخرجوش، ولو شافوا المهرج الابيض في اسود يبلغوا الشرطة فورا. وتلمح فيكتوريا عربيات شرطة في المكان، ولما تبص طارة تلاقي المهرج السفاح اختفى، ولما تروح على الباب تلاقيه مقفول بقفل، ولما تلاقي تليفون تلاقيه مش شغال، ولما تلاقي مايك تحاول تنادي عليه ما يسمعهاش بسبب السماعات، ولما تقرر تيجي على نفسها تروح عليه برجليها المصابة المهرج السفاح خطفها وخدرها ولا عم مايك حاسس بحاجة خالص. لما تصحى طارة تلاقي نفسها مربوطة وفي مكان غريب والمهرج السفاح جنبها بيختار سلاح يموتها بيه، بس الاول لازم يخليها تعاني وتشوف صديقتها داون بتموت قدام عينها. مسك المنشار وعمال يقطع فيها وهو مستمتع، ونجحت طارة تحرر نفسها وتهجم على المهرج السفاح طعنته وهربت منه بسرعة. وفيكتوريا مكملة في طريقها تلاقي عربيات شرطة واسعاف بيمشطوا المنطقة عشان يلاقوا السفاح المهرج، ولقت طارة خشبة والسفاح عمال بيدور عليها ولكنها في ظهره وتهجم عليه.
بس طلع معاه مسدس وضربها بالنار. وصلت اختها فيكتوريا المبنى اخيرا، لقت عربية اختها وصاحبتها بس ما لقيتهمش هم. تحاول ترن على داون لان طار تليفونها مقفول، يسمع المهرج السفاح الصوت بتاع الرنة وهو بيملى مسدسه اللي الطلق منه خلص بعد ما ضرب على طارة. يرد هو على فيكتوريا ويقول لها تعالي ورا المبنى لان طارة تعبانة خالص، وتروح وهي مش عارفة اللي مستنيها. والمهرج راح هو المرة دي ياخد سيلفي مع داون وهي ميتة، وراح على طارة وهي بتطلع في الروح. ضربها بالنار اكتر من مرة انتقاما انها هجمت عليه مرتين، وكل ده قدام عيون المجنونة كات اللي جريت منه بسرعة. ويبصل لها ويقول لها دور الجاي، ومايك بينظف المكان. خضته كات وتقول له في مهرج تحت موت بنتين ولازم تكلم الشرطة فورا. يقول لها انت مين وايه اللي دخلك هنا؟ تقول له المهرج السفاح هيموتنا كلنا، لازم تتصرف. يقول لها بقول لك ايه، خليكي هنا وانا هروح اشوف فيه ايه. وافتكرت كات انها سايبه بنتها الدميه ايميلي لوحدها. ومايك نازل على السلم يرن على صديقه ستيف ويشوف هو اتاخر عليه ليه، بس المهرج السفاح جه وراه هجم عليه. وراحت كات تدور على دميتها ايميلي لقيتها اختفت، فاكيد المهرج السفاح خدها. فلما تروح تدور عليها تلاقيها مع المهرج بيلعب معاها، يصعب عليها وتحضنه وتديله شوية حنية. ووصل ستيف صديق مايك المبنى، يجي يفتح الباب يلاقيه مقفول، يجي يرن على مايك يفتح له ما يلاقيش رد. ودخلت فيكتوريا المبنى ترن على داون، تسمع صوت الرنة. لما تنزل القبو وتتبع الرنة تتصدم لما تلاقي داون بس مقتولة ومقسومة نصين. المهرج السفاح هو اللي عمل فيها كده، مش عارفة مين عمل كده ولا اختها حتى طارة فين، بس تهرب بسرعة. لما تبص فيكتوريا تلاقي نفق غريب قدامها، تنزله وتلاقي جثتين على الارض، واحدة بشعر اسود فتفتكرها اختها طارة، وواحدة تانية وهي كانت شعرها متشال منها. وفجأة المهرج هو اللي موتها ويهجم على فيكتوريا، بس نجحت تهرب منه. ورغم ان كات ادت المهرج من حنانها بس هو قتلها برضه. واستخبت فيكتوريا في دولاب ضلمة، والمهرج السفاح لقاها بس سابها اول لما سمع صوت جيف وهو بينادي على مايك عشان ينزل يفتح له. بس كالعادة البيوت والمباني القديمة بيسيبوا مفاتيح نسخة تحت السجادة، ولما يدخل جيف ينادي السفاح هجم عليه وقطع راسه. وخرجت فيكتوريا من بره الدولاب، ولما تبص تلاقي السفاح بيلعب بالعجلة ومستمتع، وتلاقي ممر قدامها. ولما تيجي تروح عليه المهرج السفاح هجم عليها بس نجحت تصيبه في رجله وتهرب، وتلاقي مفاجأة اختها طارة ميتة وشها متشوه زي المدير والموظف في محل البيتزا بالضبط في الاول، والمهرج كمان جالها هجم عليها وعمال بيعذب فيها. بس فاق مايك من الإصابة وهجم عليه وأنقذ فيكتوريا منه ويطمنها. هو عارف باب الخروج الخلفي، يبص وراه يلاقي تليفون يروح يرن على الشرطة إن فيه مهرج سفاح هنا موت أكتر من 3 أفراد وحالة فيكتوريا صعبة ووشها متشوه ولازم يجيبوا الإسعاف فورا. راح على باب الخروج يلاقيه مقفول بالقفل برضه، يروح يدور على حاجة يكسر القفل بيها. المهرج السفاح موته ونجحت تكسر فيكتوريا القفل بالحديدة وهربت بسرعة. دخلت مخزن المبنى وتحاول تهرب وتستخبى لحد ما الشرطة تيجي. السفاح يحاول يمسكها، خد حتة من شعرها واختفى، وجاب العربية وكسر بيها باب المخزن وخبط فيكتوريا واغمى عليها. راح يكمل تشويه في وشها بس الشرطة جت وحصرته، وبما انه خلاص اتقفش بس هو استمتع جدا بليلة الهالوين على طريقته. قتل نفسه عشان الشرطة ما تستجوبهوش. بعد الحادثة الشرطة خدته لدكتور التشريح مع بقية كل الجثث. الدكتور يطلب منهم بقى أكل عشان يشتغل على تشريح الجثث برواقة. ولما يروح على جثة المهرج يلاقيه باصص له والكهرباء بترعش. وفجأة السفاح المهرج هجم عليه، وكده لسه اللعبة مستمرة. بعد سنة ودوا فيكتوريا مستشفى، وبما انها ما عندهاش عيلة فراحت عيلة جديدة تتبناها وتحاول تعيش معهم حياة سعيدة اتحرمت منها وتنسى الماضي. فيكتوريا بقى هي نفس البنت المشوهة اللي ظهرت في اللقاء التلفزيوني مع مونيكا في الاول، ودي الحادثة بتاعتها والقصة. مدينة مايلز اللي خسرت فيها فيكتوريا اختها، وبسبب وشها المشوه الناس كلها بعدت عنها واحتقرتها. والسفاح المهرج لسه حي مستعد يعمل لنا جزء تاني جديد هينزل قريب جدا على آخر السنة.